السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد بيبقى معاه ملف وعايز يعرف الملف دوت مستدعي في أنهي لوحة تانية كسيرف، أو مثلا هو عارف إن الحاجة اللي هو عايزها موجودة في لير معين بس مش عارف اللير ده موجود فين. تمام، ففي أداة بتساعدنا على كده اللي هي ديزاين سنتر، السيرش بتاعها بدخل جواه وأقول له أنا عايز في المكان الفلاني، بحدد المسار اللي أنا عايزه. تمام، وابدا بقى اشوف انا عايز اعمل سيرش عليه على بلوكات معين، بلوك معين اكسريف على اللاير زي ما انا عايز. تمام، هقول مثلا عايز اللوحه اللي بتحتوي الاكسريف دوت، اقول له سيرش نيم، هيبدا يعمل سيرش واي لوحه يلاقي فيها الحاجات ديت هيقول عليها، زي اللي هي ديت 1 2 و3 موجود فيها اللوحه ديت، موجود فيها الاكسريف دوت. تمام، دلوقتي مثلا عايز اعمل سيرش على حاجة تانية مثلا على لير معين، وليكن مثلا FR سيرش نيم، هيجيب لي برضه اسامي اللوحة اللي موجودة فيها ديت. تمام، ممكن اكون مثلا اثناء شغلي كله عامل ليرات معينة ولوحة بس هي اللي دخلت فيها لير جديدة، مثلا زي لاي اوت او حاجة خاصة ببامب روم، مش عايز افتح كل لوحة، لا انا عايز افتح اللوحه اللي فيها اللير معانا ديت او البلوكه ديت او اي حاجه معانا هي خاصيه سيرش زي الموجوده في الويندوز بس مختصه بالحاجات المهتمه بالاوتوكاد. في برامج بتعمل الحاجات ديت، بس طبعا لما بكون داخل الاوتوكاد بتبقى احسن لان ما بضطرش ان اقعد ادور على البرامج، واتمنى ان تستفادوا منها.